تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بيجايا خلال نهاية الأسبوع المنصرم من توقيف شخص تورط في قضية سرقة مركبة مع تزوير أوراق نقدية لعملة أجنبية. تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة شكوى سرقة استهدفت مركبة من نوع رونوكات، حيث قام الفاعل بعدما اتفق مع الضحية على بيع المركبة وإتمام إجراءات الاكتتاب بمصالح البلدية بالفرار إلى وجهة مجهولة دون تسليمه المبلغ المتفق عليه لبيع المركبة. وبعد عمليات البحث والتحري تمكنت عناصر الشرطة من توقيف أحد مرافقي السارق، وبعد تفتيش مركبته تم العثور بداخلها على 23 ورقة نقدية مزورة من العملة الصعبة فئة 100 أورو، حيث تبين فيما بعد بأنها ملك للشخص الذي قام بسرقة المركبة. وباستعمال الوسائل التقنية والعلمية الحديثة تم تحديد هوية المشتبه فيها والذي ينحدر من أحد دوائر الولاية المجاورة، ليتم تمديد الاختصاص ووضع خطة محكمة من خلالها تم استدراج المشتبه فيها وتوقيفه ما استرجاع المركبة المسروقة. كما تم ضبط بحوزته ورقة نقدية من العملة الصعبة فئة 100 أورو، والتي اتضح فيما بعد أنها نفس الورقة التي قام باستنساخ وتزوير الأوراق النقدية الأخرى عليها. كما تم ضبط واسترجاع من مسكن المشتبه فيها مواد وأدوات معدة لصناعة وتزوير النقود، ويتعلق هذا الأمر بسحب 20 ربيعا. بعد استكمال جميع الإجراءات القضائية تم إنجاز ملفين قضائيين ضد المشتبه فيها، الأول بخصوص قضية سرقة مركبة والثاني بخصوص تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني وطرحها للتداول وحيازة مواد وأدوات معدة لصناعة وتزوير النقود، وتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بيجايا المختص إقليميا، وبعد إجراءات المثول الفوري صدر في حقه بأمر إيداع.